تونس تعبت فهمتي وصعب ياسر معناها باش نوصلوا احنا وصغارنا الوضع نتاع تونس اللي خلى الشباب معناها كلاه البحر وكلاه الحوت وخلى العائلات معناها متأسفة ومتأزمة تعبنا وكنا تعبين معش خلطين حتى لشيء تونس عليها عملتي فينا نخشوا للحانوت نلقوا لا زيت لا سكر لا فارينة ونحب نحوموا حاجة رخيصة شنية رخيصة لا دجاج لا حوت لا سردينة عليها يا تونس هيك عملتي فينا شحوالك الله يخليك عايش قلت لي ليه انتي تحلم منك تدخل للإذاعة قبل منين صغيرة ولكن تويك ما عاش النجم علاش تويك كبرت وعندي الأحفاد وعندي الأنساب وفما اللي يحب وفما اللي ما يحبش الأحفاد والأنساب باش تدخل مذيعة وتحكي وتعبر وين المشكلة عندي قصايد شعر عندي ما نقول في روحي عندي كل شيء باش تحكي لي المر نتجرع المر ومرين ياسر علي وحصتي جت في الشمس والظل هارب علي الله هاي ترالي زي العسكري للبي عساس بين القناطر وطبت من المشي والجاي ولا من أخذالي الخاطر شو تعمل أميمة في حياتك انت؟ ربة بيت قدش عندك صغيرات قدش عندك أحفاد تبارك الله قول الله واحد عندي ما شاء الله ما شاء الله عندي قول الله واحد الأحفاد والأولاد تفتخر اليوم كونك جدة ولا؟ ونعمة بالله طب أنت صغيرة بصغرك يعطيوك جدة يعني؟ لا عمرهم قالوا لي حتى جدة ولا خالتي ولا عمتي ديما يسموا فيها باسم شو اسمه؟ اسمي نفطية الشعيري نفطية نتشرفوا الله يعيشك الله يخليك الله يبارك لك منين انت نفطية؟ أصيل من مارث ونعيش في جابس جابس وزوجك منين؟ الله يرحمه نعم ولد عمي الله يرحمه ولد عمي ميمة هل ترى اليوم الوضع متاع تونس وضع يخلي تونسي يتفائل ولا لا؟ والله بصراحة تعبنا وكنا تعبين معش خلطين حتى لشيء اي تونس تعبت فهمتي وصعب ياسر معناها باش نوصلوا احنا وصغارنا الوضع نتاع تونس اللي خلى الشباب معناها كلاه البحر وكلاه الحوت وخلى العائلات معناها متأسفة ومتأزمة وضع معناها ما يفرحش لو كان نقول لك اعطيني بيت شعر على تونس بيت شعر شنو يكون؟ يا تونس عليها عملتي فينا نخشوا للحانوت نلقوا لا زيت لا سكر لا فارينة ونحب نحوموا حاجة رخيصة شنية رخيصة لا دجاج لا حوت لا سردينة عليها يا تونس هيك عملتي فينا هاي جيت لتونس مالا إجازة هكا ولا جيت ضيفة بحذا بنتي بنتي تسكن هنا في تونس معناها جيت كان نعمل في دورة ونبدل في الجو وين مشيت لهنا في تونس؟ والله مشيت لسيدي بسعيد مشيت عمل دورة عمل دورة كليت البنبلوني ولا لا؟ لا والسكر؟ لا ما كليتش كيفاش ما ذوقوكش البنبلوني؟ لا ما نحبش السكر ياسر علاه؟ ما نحبش السكر ياسر بالنسبة لعمري وكليك ما نحبش السكر نحب نحافظ على رشاقتي اي ما شاء الله نحب نحافظ على كي نجي الجابس مثلا نانا وين نجم نمشي شنو نجم ناكل؟ والله مرحبا بيك نوكلوك اللي تحبي تاكليه مرحبا بيك وزرتنا بيك بركة الله يعني نسكن جابس حي الامل ايه مرحبا بك في كل وقت يعيشك عايشك ويشرفني انك تجيب حذايا يعيشك هاي مرحبا بك اعطينا قصيدة جات على بالك تو رد نسلك يا وقت رد عليا وشنه السبب نلقى العظم في الريه رد نسلك بالصافي وشنه السبب بالهم ديما نكافي والخير يا الاخوان ديما جافي وسبحان ربي زاد على المابيه والبخت والمسعود نبته حافي لا يفز ريحه لا يقوم شويه يعني البخت عنده عاده نجي قاعده يرجع كيما معتاده الدمار فرشه والهموم وساده وبيت يشخر واش عنده فيا يعني ندور يماري جميع عنده يخلي درك يجلى عليا شويه خلي الدرك يتجلى ومن وسط سمعتي ومن وسط ناسي سمعتي تتعلى واللبس الملبوس سبحله لكان بختي يقوم بعد العيه يشق ظلام يفوت يعمل فله ويشعشع نوره ويزيد يسطع ضي حنين انوار ما ريناها الانوار ما ريناها سنين طايله والله نرجو فيها سبحان ربي دسها وغطاها ولا تشوفها ولا تقول قريبه ليا وكيفاش زعما ندير باش نلقاها ولا نسلم امري للعزيز عليا
سلمتها بصراحة وما لقيت في التسليم حتى راحة. في كل ساعة زاد أنا واحد عين تبكي والدموع سخية، في وسط قلبي كثرة جراحة، نيران جاشي له بجواجية. يعطيك الصح. نيران جاشي ملو وركايبي من العمر راهم زلوا، وفكارنا يا ناس راهم خلوا سقوط يحصل لي، سقوط يحصل 90 تحت المية، سقوط يحصل يا اخواني، وفي الهم والدمار ديما نعاني. اني طالبه البيبان يفتح حالي يخلي السعاده تهلي كوليا، وفي كل ساعه طالبه رباني هو الكريم ولا يغفر السيء، هو الكريم العالي وهو اللي يساعد حاله الزوالي. واني ندور البيبان يفتح حالي يخلي السعاده تهلي كوليا، وبعد التعب نرتاح يهنا بالي ونعيش في نعيم بعد بالحريه. بعد نتعب نتهنى، واللي يعيش في المكنون ما يتمنى، والقلب يعمر بالخيور الجنة، وكيتم الفروض الإسلامية الرد نسلك يا وقت رد عليا، وشنه سببنا القلعة ضم فرية.